واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المقولة دي إما أن تضل أقوام وإما أن تهدي أقوام. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بعض الناس يقول لك ده في ناس بيخرفوا في الشرع وبيخرجوا عن أوامر ربنا وبيحللوا ويحرموا بمزاجهم، ويقول لك أنا وصلت لمرتبة اسمها مرتبة اليقين فلا هصلي ولا هصوم ولا هزكي. بصراحة لما قعدت أتتبع كلام العباد الربانيين في كل الكتب ما وجدت أحدا من هؤلاء الربانيين يتكلم عن الله سبحانه وتعالى ويحسب عند كبار العباد وكبار العارفين والصالحين إنه من العباد الربانيين إلا وهو يقول هذا الطريق، يعني طريق العبودية إلى الله، إنه يبقى عبد رباني صالح من الصالحين، هذا الطريق محكوم بالكتاب والسنة. يعني أول حاجة لابد إن العبد الرباني يلتزم آداب العبودية مع الله سبحانه وتعالى، وأول أدب من آداب العبودية إن هو يتبع القرآن الكريم، لأن هو أول رسالة هتكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، ويتبع سنة سيد الأنبياء والمرسلين، لأنه هو العبد على وجه الحقيقة وهو الأعلم بما ينبغي أن يكون من آداب في حضرة الرب سبحانه وتعالى. سيدنا بشر ابن الحافي رضي الله عنه وأرضاه كان من العباد الربانيين الصالحين. بيقول شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فالنبي بيقول له بيسأله بيقول له يا بشر هل تعرف بما بلغت هذه المنزلة؟ يعني انت عارف انت وصلت المنزلة العالية اللي انت فيها دي ازاي؟ فقال له لا يا رسول الله، قال له باتباعك سنتي ومحبتك لأصحابي ومحبتك لأهل بيتي، بهذا بلغت هذه المنزلة يا بشر. هنا هذه القصة بتقول لنا إن العبد لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى منزلة العبد الرباني إلا إنه في البداية يبقى عبد، ولن يكون العبد عبدا إلا إذا اتبع ما أمر الله وانتهى عما نهى الله سبحانه وتعالى. العبد الرباني محكوم بالكتاب والسنة، ما بيخرجش عنهم. يقول لك إذا جاءك أحد الصالحين بيسألوه بيقول له أيكذب عليك؟ قال لهم أجل يكذب علي. إذا جاءكم الخبر عني فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فاقبلوه وإلا فاضربوا به عرض الحائط، يعني ما تاخدوهوش. فكل العباد الربانيين والعلماء الربانيين يقول لك إذا جاء أو روي عني ما يخالف الكتاب أو ما يخالف السنة فلا تقبلوا به. بعضهم كان يقول لك إيه؟ يقول لك والله إني لأجلس مع القوم، يعني من العباد الربانيين، فتقع النكتة منهم في قلبي. يعني إيه النكتة؟ يعني مسألة العلم الدقيقة اللي محدش يعرفها، ربنا فتح بها على عبد من العباد الربانيين، فيقول له إيه؟ يقول له والله لا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة، يعني أدور لها على شاهد في القرآن وأدور لها على شاهد في السنة. خلي بالك بقى لما بيقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الناس بيتأولوا عليهم ويقولوا لهم إنه الناس ديت بيقولوا إحنا بلغنا مرتبة اليقين فمش هنعبد ربنا. على الإطلاق العباد الربانيين دايما محافظين على عبوديتهم لربنا سبحانه وتعالى، بس عبوديتهم بقى لربنا فيها أدب مختلف عن الأداب التانية. هو شايف الحقيقة، هو شايف إن هو بيعبد ربنا فلا بد أن يتأدب مع الله، وأول أدب في العبودية لله سبحانه وتعالى بعد ما يحافظ على القرآن والسنة ده في الظاهر، لا هو بقى في الباطن كمان عاوز العبادة دي تبقى عن يقين. أصل اللي بيعبد وهو مش شايف وهو مش مشاهد غير اللي بيعبد وهو شايف. شوف واحد يشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عند قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، هو هنا شاف مين؟ شاف محمد يتيم أبي طالب، لكن عبد رباني بيشوف حاجة تانية، بيشوف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيشوف فيه جانب النبوة وبيطغى رؤية جانب النبوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتر ما يشوف فيه البشرية. العبد الرباني زي سيدنا علي بن أبي طالب ممكن يتجاوز أمر النبي لأنه شايف الحقيقة. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له في صلح الحديبية امحو محمد رسول الله واكتب محمد بن عبد الله، رفض سيدنا علي لأنه شايف ومشاهد لجمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له والله لا أمحها يا رسول الله. فسيدنا علي العلماء الربانيين خدوا قاعدة من عند سيدنا علي، وهذا التصرف لما النبي قال له أشر إلي أمحها أنا يا علي، فأشار سيدنا علي لرسول الله فمحاها. العلماء الربانيين خدوا قاعدة وقالوا إن الأدب مقدم على الاتباع، يعني الأدب مع الله سبحانه وتعالى والأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على إنك تتبع الأمر أو النهي. فالعبد الرباني ممكن يشاهد جمال ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يشاهد جمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى في أدب شديد مع الله وأدب شديد مع سيدنا رسول الله. مين يفهم بقى الحاجات دي؟ يفهمها العبد اللي عبد على يقين، اللي هو لو رفع الحجاب عنه ما ازداد يقينا، لأنه بيعبد عن مشاهدة. يبقى أداب العبودية بتبدأ من عبد الرباني بيحافظ على ظاهر الشرع. الأدب الثاني أنه يعبد عن مشاهدة وعن يقين. سيدنا علي كان مشاهد، ولما تشاهد بقى جمال ربنا وتشاهد جمال سيدنا النبي هتشاهد جمال القرآن، وهتغوص في أعماق المعاني وتخرج منها بآداب للعبودية يفتح الله بها على قلبك، ستكون بها عبداً ربانياً ظاهراً وباطناً. العبد الرباني اللي بيعبد من وراء قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بيعبد ما بيسيبش الآية وبيقول حتى يأتيك اليقين، فأنا خلاص وصلت لليقين. أبداً، هو شايف إنه من آداب العبودية أن يدخل على الله من كل باب ربنا سبحانه وتعالى أمره بأنه هو يدخل منه، لأنه هذا الامتثال للأمر، امتثال الأمر ربنا سبحانه وتعالى هو تمام العبودية. فتمام العبودية عنده أن يحب ما أحب الله، تمام العبودية عنده أن يبغض ما أبغض الله. فالعبد الرباني يدخل على الله من كل الأبواب اللي ربنا فتحها له وقال له ائتني منها أيها العبد، يعني أقم الصلاة تجد العبد الرباني مقيما للصلاة. العبد الرباني يتفقد كلام الله سبحانه وتعالى ويتدبره، فيلاقي ربنا بيدعوه من باب الصدقة والزكاة، فتلاقيه عبد متصدق. العبد الرباني ربنا يأمره بتلاوة القرآن، فتلاقيه داخل على تلاوة القرآن، ولكن هو بقى عنده يقين وهو بيعبد ربنا. فلما يصلي مش صلاته بقى بتبقى صلاة ظاهرة بس، لا، صلاته بتبقى صلاة بالجوارح وصلاة بالقلب، بيحقق معنى الصلاة، فيحصل عنده اتصال بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى لما يصلي. لما يتصدق بيتصدق تزكية لنفسه، فيحصل عنده تزكية وارتفاع وسمو وارتقاء روحي وهو بيخرج الزكاة، بيخرج من كل متعلقات النفس بالمال علشان يبقى في حضرة الجمال والجلال مع ربنا سبحانه وتعالى. العبد الرباني لما بيتلو كتاب الله سبحانه وتعالى بيقف عند قول الله سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته يعني يقرأه بيقين. احنا بنقرأ القرآن بألسنتنا والقرآن ما بيأثرش فينا. هنا العبد الرباني لما بيقول له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين اللي هيجي للعبد الرباني مش هيجي لحد تاني، لأنه لما بيقرأ القرآن بيقرأ فيه معانيه، بياخد منه أنواره وأسراره، بيقرأ القرآن بقلبه، وقلبه بيكون قلب طاهر. مش بس بيقرأ بعين الظاهر، لا، ده بيقرأ المعاني والأسرار المختفية خلف الحروف. عشان كده ربنا بيقول عنهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. العبد الرباني عبد ماشي على خطى سيدنا عيسى عليه السلام، اللي اعترف بالعبودية لله وتفاخر بها، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. العبد الرباني بيدور على إن ربنا يعطيه الكتاب، بس مش عايز يعطيه الكتاب بنبوة، لأن النبوة ليست باكتساب، يعني مش حد ممكن يوصل لها، دي هبة من ربنا سبحانه وتعالى واصطفاء واجتباء لمن شاء الله من خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة إنك تبقى ماشي على طريق واضح، طريق أنت عارف نهايته فين. هي دي عبادة اليقين اللي ربنا بيقول عنها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني بوضوح تكون بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، وعارف إن أنت عبد، وعارف إن الرب رب. الطريق الواضح ده مبني على الكتاب ومبني على السنة اللي بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة تانية لازم تنضاف ليهم، وهي دي اللي بتعمل مشكلة، حاجة اسمها التجربة. يعني إيه التجربة؟ إحنا بقى جايين نجرب في دين ربنا وهنخترع؟ إحنا لسه بنقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لسه يدوب طالعين منها ومفسرينها كويس وبنقول التزام بقى بالكتاب والسنة. هنروح فين تاني؟ التجربة معناها إنك وإنت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى وملتزم بالكتاب والسنة، قراءتك للقرآن أصلاً وإنت بتقرأ، هو دي اسمها التجربة. إنك بقى تتفاعل، التجربة معناها التفاعل بقى مع الكتاب ومع السنة، وإنت بتتفاعل مع الكتاب والسنة تلاقي ربنا فتح لك فتوحات عجيبة. واحد مثلا بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، الذكر فتح له أسرار وأنوار، يعني ربنا سبحانه وتعالى اداله فتح فقال له لا تصلي، أنا اخترتك. وده حصل على فكرة، عبد من العباد كان قاعد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، ودي بقى اسمها تجربة، تجربة الذكر. وهو بيذكر الله سبحانه وتعالى فتح له في خلوته، فسمع صوتا ينادي عليه لقد قربناك، قال فاقشعر جلدي، قال ثم اصطفيناك، قال فذبت كما يذوب الملح في الماء، قال إنا أحللنا لك الحرام. الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه قال له اخسأ يا لعين، اخسأ يا لعين، لأنه عارف إن هذا فوراً هو الشيطان، فوقف وقال له اخسأ يا لعين، قال فانطفأ النور. يعني ده كان تلبيس من إبليس عليه في تجربته وفي سعيه لربنا سبحانه وتعالى. فالكتاب والسنة حاكمة على التجربة. إذا أحل الحرام لعبد يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى أغواه، وأن هذا ليس من الله وإنما هو من الشيطان. العبد اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى على يقين، ربنا سبحانه وتعالى يجعل له فرقان يفرق به بين الحلال والحرام. أحدهم بيقول اجتنبت الحرام 20 سنة، فكان لا يقدم لي طعام آكله إلا أعرف هذا الطعام من حلال أو من حرام. إيه اللي بيحصل ده؟ ده نور بصيرة. ما هو ده بقى ترجعه تلاقيه أصله فين؟ أصله في إن ربنا بيقول أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان المفسرين بيقولوا أن تفرق به بين الحق والباطل. علماء الربانيين والعباد الربانيين مفيش ما يمنع إن أنت تقول إن هذا الفرقان يفرق بين الحلال والحرام، هي علامة ربنا يديها للعبد اللي اصطفاه فيعرف هذا حلال ويعرف هذا حرام. يقول لك فإذا قدم له طعام كان ينتفض عرق في يده، عرق في إيده كده ينتفض، بيديله علامة يقول له هذا الطعام من الحرام. ليه؟ لأنه اجتهد بالأصل إنه ما يأكلش من الحرام، وده أصل من الكتاب وأصل من السنة، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات. يبقى العبد مأمور بأنه هو يأكل من الطيبات. فلما تحصل التجربة بقى ويأكل من الطيبات ويستمر في الحفاظ على الطيبات، ربنا سبحانه وتعالى يديله العلامة اللي يفرق بيها بين الحلال وبين الحرام. إذن فالتجربة اللي انت بتمر بيها في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، هي في النهاية محكومة بالكتاب والسنة. طيب إذا حدث أمر والنبي دلوقتي مش موجود بينا صلى الله عليه وسلم، نرجع لمين؟ نرجع للكتاب والسنة، بس ما نقفلش باب التجربة. التجربة تفضل مفتوحة، لأنه كل واحد ليه طريق هيوصله لربنا. بيقولوا الطرائق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، كل عبد بكل نفس بيطلع منه ممكن يبقى فيه طريق يوصله لربنا، لأنه الله سبحانه وتعالى واسع لا يحده شيء. وانت مش بتجرب ربنا، لا ده انت بتجرب الوسائل والأدوات اللي ممكن توصلك انت لله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ العبد الرباني عبد وثيق الصلة بالقرآن الكريم. بصراحة تعجب لما يتقول الناس على عباد الله اللي هم عباد الرحمن اللي هم العباد الربانيين إن هم بيألفوا عكس شرع ربنا. هذا الكلام بهتان وزور. ليه؟ لأنه العباد الربانيين عباد لهم علاقة كبيرة بالقرآن الكريم، ارجع لكل كتب العارفين والصالحين والأولياء، هتلاقيهم بيتكلموا ويقولك إنه انتهت الأسرار ولم يبقى في الدنيا سر إلا من خلف القرآن الكريم، فهو الباب الذي لم تغلق أسراره، وهو المعين الذي لم ينضب، يعني هو العين والبير اللي انت ممكن تاخد منها أسرار وأنوار ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بها. العجيب بقى إنه إزاي يبقى عبد رباني وله هذه العلاقة بالقرآن الكريم، وبعدين يقول لك أصله بيقول عكس القرآن، أصله بيقول بعكس الشريعة. لا، العباد الربانيين حاطين الإطار قدامهم أنه من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق. هو هنا العبد الرباني بقى بيتدبر القرآن، ربنا فتح له القلوب فبيتحقق بالمعاني اللي موجودة. كلنا بنقرأ القرآن الكريم، لكن احنا بنقرأ مسترسلين وبسرعة. مين فينا بقى اللي بيقف يتدبر معاني القرآن الكريم وبتنطبع هذه المعاني في قلبه؟ ومين بقى اللي بيتأثر بمعاني القرآن الكريم ويترجمها واقع حياة في حياته؟ العباد الربانيين كانت حياتهم كلها انعكاس للقرآن الكريم. هو على قدم سيدنا رسول الله كان خلقه القرآن، فكان يتحمل الخلق، لأنه من آداب العبودية إنه يبقى إنسان متحمل. يعني هو شايف نفسه ضيف في بيت كبير، هو بيت ربنا، هي الدنيا. فلما يجي حد ضيف تاني في هذا البيت، لو انت ضيف وحد ضايقك من الضيوف هتعمل ايه؟ هتتحمل، لأنك شايف نفسك ضيف عند الإنسان اللي انت عنده ده. ولله المثل الأعلى. العبد الرباني شايف نفسه عبد فقير وضيف عند ربنا، وإن الخلق كلهم ضيوف على الله عز وجل، ولذلك بيتعامل معاهم باللي أمر به القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإمام الشافعي العبد الرباني يقول لواحد من تلامذته: إذا بلغك عن أحد من إخوانك شيئا تكرهه، يعني لو حد من أصحابك أو زمايلك أو إخوانك، أي حد يعني بلغك إن هو قال عليك كلام مش كويس، قال حاجة أنت بتكرهها، فإياك بقى. شوف بقى العباد الربانيين هنا بيعملوا إيه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بيقول له: فإياك أن تكون من يقطع الشك باليقين الذي عنده، يعني أنت عندك شك وهو عنده يقين، فبيقول له: إياك أن تقطع اليقين الذي عنده بالشك الذي عندك، يعني أنت بتشك، فما تحكمش بسرعة، وانتظر حتى تلقاه وتسأله، روح اسأله، فإن أنكر فاقبل منه، وإن اعترف، يعني إن قال لك أنا قلت، وإن اعترف فانظر لما قال هل له وجه من عذر. يا سلام، يعني أنت لو واحد شتمك وبعدين قابلته فقلت له: يا فلان أنا عرفت إن أنت قلت عليا كذا كذا كذا، وأنا متضايق من اللي أنت قلته، فهل أنت قلت ده صح؟ فيقول لك آه أو يقول لك لأ. فلو قال لك لأ، خلاص الإمام الشافعي بقى انعكاس القرآن على العبد الرباني، يقول لك اقبل منه، ما تجادلوش، لا تجادله في إنكاره. وإن قال نعم، لو اعترف لك، وإن اعترف بقوله فإن كان له عذر، يعني الكلام اللي قاله لو كان معذور فيه فاقبل كلامه على الوجه الذي يعذر به. يعني شوف بقى الوجه اللي هو ممكن يعذر به، يعني قال لك: والله أنا كنت متضايق، أنا والله كنت فاهم غلط، أنا قلت الكلام ده وما أقصدش بيه إن أنا أهينك، لا ده أنا قلته في سياق كذا. الإمام الشافعي يقول لك: اقبل منه ولا تسمي له صاحبك الذي نقل، يعني ما تقولوش مين صاحبك اللي جه نقل بيني وبينك. ده العبد الرباني اللي بيقول هذا هو القرآن، اللي بيقول: تدبرت القرآن فانطبع في قلبي فكنت عبدا ربانيا أترجم ذلك بين كل الخلق.